مرحبا، يعطيكم العافية. معاكم كوتش محمد من رايز اب جيم. اليوم حابين نفرجيكم تمارين للناس اللي عندهم تقوس بظهرهم مع الكوتش فاطمة وصبح. يلا. اغلب الناس عندهم تقوس بالظهر. من افضل التمرين اللي ممكن نعمله تقوس الظهر، احنا ممكن عملنا لكم اياه بالحلقه اللي قبلها، بس راح نعيده بهذا التمرين. هذا اهم تمرين للناس اللي عندهم تقوس بالظهر، ممكن يعيدوه 3 مرات. Up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. التمرين اللي بعده برضو من اهم التمارين، ايدينا لقدام، نرفع تمرين ايدينا مع رجلين. 1 2 3 4 down up. 1 2 3 4 5 down up. 1 2 3 4 5 down. هذا التمرين برضو بنعيده 3 مرات. التمرين اللي بعده راح نرفع ايد يمين ورجل شمال، نثبت برضو 10 ثواني 3 مرات. التمرين اللي بعده راح نرفع خصر على الارض، ضم شدين، ننزل بايدينا، نرفع 1 داون 2 داون 3. التمرين اللي بعده راح نستخدم الدامبلز، او نستخدم اي شيء خفيف عندكم بالبيت، نلعب بهذا الشكل. اب داون، نعمل نفس الحركه، اب داون اب داون اب داون، برضو 10 تكرارات 3 جولات. التمرين اللي بعده هنعمل نثبت، ننزل شوي، نطعج ركبنا شوي، ظهرنا ستريت، نطعج شوي ركبك، نطعج كمان اب يور تشيست، اي شيء خفيف نرجع فيه لورا. 1 نثبت بهاي الحركه، 2 3 4 5. برضو بنعيده 10 تكرارات 3 جولات. التمرين اللي بعده هننزل على الارض، برضو يكون اي شيء خفيف بايدينا، نثبت فوق 10 ثواني، ننزل برضو 3 تكرارات. التمرين اللي بعده بحاول بالوزن، بس لازم يكون كثير خفيف، برفع ظهري بشد وبسحب بإيدي. 1
2 3 برضه بنعد 10 جولات، 10 تكرارات 3 جولات.